بأيلول 2024 منيح؟ بأيلول 2024، وهيدي ورقة القواعد، يعني ورقة الحكومة اللبنانية اللي بتحكي عن القواعد الهادفة لتحقيق الاستقرار على مدى طويل بجنوب لبنان، اللي رابطة فيه المسار بمسار غزة، انه عندها يعني انه وقف اطلاق النار في غزة سوف يؤدي الى وقف الى اثر فوري لتهدئة التوترات في جنوب لبنان. هيدي الحكومة اللبنانية عم تحكي هذا الحديث. اخي نحن فينا نكون عم نحاول، يعني كل الحديث عم نطلب فيه هو وقف العدوان، وقف اطلاق النار، وهيدا انتبه مع انهيار بالدولة، مع انهيار بالمؤسسات، مع شغور رئاسي، مع حكومة تصريف اعمال. خليني كفي انت عطيتنا مع انهيار مع انهيار اقتصادي، مع عدم وجود يعني في خطة طوارئ بس فيش إلا أدوات تنفيذية وآلات تنفيذية، مع عدم وجود دعم للمواطن الجنوبي، مع عدم وجود رزمة مساعدات للمواطن الجنوبي. عم نحكي عن الناس، عن يعني إذا بصير في حريق ما في عنا مشكلة بالدفاع المدني يا أستاذ آدم، شو عم نحكي نحن عم هيك عم نحاول والله وعنا عنا عنا خلفية سياسية أو عنا لا أنا مش عم نحاول نغير شو بعرفني موازين القوة. عم نحكي عن حاجات أساسيات نحن عم نواجهها تجاه العدو الإسرائيلي وبغياب تام للحكومة اللبنانية. عم نحكي نحن عن شو كل هدفنا، عم نحكي قلنا لهم وحكينا بالمجلس النواب وحكينا بغير مجلس النواب، افضل سبيل اليوم لتكون عم تواجه العدو الاسرائيلي هو بتعزيز التضامن الداخلي. طب تعزيز التضامن الداخلي كيف بيكون؟ من خلال التعطيل برئاسة الجمهورية، من خلال تعطيل القضاء، من خلال تعطيل الحل الاقتصادي، من خلال عدم مساءلة ومحاسبة الناس اللي مسؤولين عن الانهيار الاقتصادي. كيف بيكون التضامن الداخلي بمواجهة العدو؟ من خلال اقتصاد منهار، من خلال عدم وجود شبكة حماية اجتماعية، شبكة رعاية اجتماعية. عم قلك في عنا الدفاع المدني اذا بده يطفي حريق صار على الحدود بكفر حمام او بي او بي بي او بي بشبعة او برماش او بي او ببليدة او باي محل، في عنا مشكلة، في عنا مشكلة. في شيء اكبر، انه لما يعملوا هذا الشيء ممكن يقصفون الاسرائيلية. ايه مش موضوع المستلزمات، لا في عنا مشكله عنا مشكله بالمستلزمات، وعنا مشكله بالموضوع بالواقع السياسي الداخلي. يعني لا عندك مؤسسات بس باول الحلقه كنا عم نذكر انه مثلا في مسار عم بيصير هلا، يعني الاشياء ما بيتعارضوا مع بعض، بس هذا بده بناء عبر سنين. هذا ما بيصير هلا، هذا بده بناء عبر سنين. بدك تعمل اقتصاد، وبدك تعمل جيش، وبدك تعمل قضاء، وبدك تعمل مؤسسات، وبدك تعمل ادارات، وبدك تعمل سياسه خارجيه متوازنه، وبدك تفعل مؤسساتك، وبدك يكون في رئيس جمهوريه، وبدك يكون عندك شبكه حمايه اجتماعيه. طيب هذا الشيء اليوم مش متوفر. طيب اللي عم ندفع لانه مش متوفر. شو المطلوب هلا؟ شو المطلوب؟ تتوقف الجبهه. مطلوب اليوم وقف اطلاق النار في الجنوب، وبين عبر الحكومه اللبنانيه بمحاوله بتكثيف الضغوط، وب اذا بدك بوضع استراتيجيه وسياسي تجاه المجتمع الدولي وتجاه الدول العربية، ووضع كافة الإمكانيات. وبالنهاية أستاذ آدم مثلا نكون واضحين في الموضوع، بس خليني كفيلك بهذا. بالنهاية نحن بيننا وبين إسرائيل في عداوة تاريخية، وهذا عدو مجرم ارتكب المجازر بحق اللبنانيين جميعا. أوكي، ما حدا عم يناقش اليوم بهمجية وعدوانية وبربرية العدو الإسرائيلي. نحن عم نناقش بالوسيلة وبالمسار. اليوم هذه الوسيلة وهذا المسار هو بهذا الوقت الحالي بظل كل هذه العوامل اللي ذكرتها، هذا مسار لا يمكن ان يعني نوصل فيه لنتيجه. واصرار حزب الله عم بتقول على يعني على ربط هذه الجبهه بجبهه غزه هو يناقض و يعني يؤذي المصلحه الوطنيه اللبنانيه. اليوم بظل الظروف الحاليه، وبظل الشلل بالمؤسسات الدستوريه، وبظل انهيار الاقتصادي، وبظل غياب شبكة الحماية الاجتماعية، وبظل تفتت لمؤسسات الدولة الأساسية، نحن اليوم هذا المسار هو ما قادرين نكفي فيه. كل صراحة ما قادرين نكفي فيه.